叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮。بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله يومكم بكل خير، أخباركم يا رب طيبين. اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين جميعا، رب اجعل قبورهم روضا من رياض الجنة. اللهم صل وسلم على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هاي ماما، ما نقول هاي، حنا شو نقول يا حبيبتي؟ سلام عليكم. سلام عليكم سارة، تقولكم سلام عليكم. متحمسة؟ طبعا هذا أكبر كرتون سكوشي الأرنب. سكوشي الأرنب، هذا أكبر كرتون. يوصلني من وين؟ يوصلني من شيء إن قفادات مليان أغراض مليان. حابة أشكرهم طبعا، هذه مو أول مرة يتعاملون معي. وبرضو يا بنات لا تنسوا تستخدمون كود خصمي إذا عجبكم شيء من هنا. كود الخصم حقي طلع لكم على الشاشة إذا حابة تستخدمينه. طبعا الطلبية هذه مرة كبيرة، أعتبرها أكبر طلبية وصلتني من عندهم، وحابة إيش؟ حابة أفتحها معاكم. لحد يقول لي يا أم سارة سرعي الفيديو، لحد يقول لي يا أم سارة سوي سكيب. متحمسة أفتح الكرتون. يلا جيبي حاجة تشربينها وتعالي معاي نفتح الكرتون سوا. يا أهلين، حياكم الله. قبل ما نبدأ الفيديو أنا حابة أعرفكم على قناة مطبخ نور آدم. شوفوا، للأمانة وللمصداقية أتابع شيفات بمصر كثير، لكن ولا مرة لفت انتباهي شيف زي نور آدم. فتيرة ما شاء الله. القشطة والموتزاريلا يا جماعة، شايفين العجل زي ما تشوفون، ما شاء الله شايفات الشكل كيف. إيش أقولكم، أول مرة تلفت انتباهي صراحة شيف مصرية بالذوق هذا وبالأشكال هذه اللي قاعدين أنتم متفقين معي. أنا عارفة يعني شايفات يا بنات كيف القناة، ما شاء الله تبارك الرحمن، تغذية بصرية. فوتي على قناتها واستمتعي. خلونا نشوف بعض الوصفات اللي عندها. فطيرة القشطة والعسل مرة عجبتني مرة، ومفكرة أسويها بإذن الله تعالى بالجبنة. شوفوا يا بنات، والله مش علشان هو إعلان، بس من جد القناة حقتها ممتازة ممتازة. قلت لكم أول مرة تلفت انتباهي شيف مصرية، للأمانة فوتوا على القناة عندها واستمتعوا. قناتها يا بنات تغذية بصرية، بخلي لكم رابط القناة في صندوق الوصف، وأول كومنت مثبت. وهذا الكرتون بعد ما فتحنا مليان اغراض، ماني عارفه وش اطلع، ماني عارفه وش اخلي. طبعا اللي مهتمه كمان بملابس الشتاء، مليان هنا ملابس شتاء الصارونه. راح اوريكم حاجه حاجه، وراح اوريكم شيء شيء. مره متحمسه مره متحمسه. يلا على بركه الله نبدا. قبل ما ابدا، الطلب قاعد عشان وصلني، او الهديه قعدت علشان توصلني قعدت تقريبا اسبوعين. صح يا ماما، تقريبا اسبوعين. اول حاجه طلبتها هنا، طلبت هذه، اتوقع انها سماعات. yeah. سماعات لونها وردي. خلاص خذيت ثنتين، واحده لي واحده لاختي. هذه سماعه بلوتوث يا بنات، ما ادري عن جودتها، جودتها كويسه مي كويسه ما ادري، بس زوجي كان جايب واحده وحيلي مدح فيها. هذه انا ابغى اجربها. شوفوا يا بنات شغاله بعد، شايفين تيجي من هنا، فيها صندوق. خلاص يا الله منظرها جميل، شوفوا. مرة متحمسة اجربها هذه، سماعة بلوتوث، ويا رب تطلع كويسة. من هنا اول ما تحطون السماعات كذا تبدأ تشتغل. شوفوا شحنها 77%. يقول زوجي دائما لابسها، يقول زوجي تقعد 4 أيام الشحن حقها ما يخلص. خلاص، وطبعا معاها الفيش، معاها حق الأذان هذا إضافي. شايفين بالمرة يا بنات كيوتها كذا حلوة، يا رب أنها تطلع زينة. ومعاها هذا التوصيلة زي ما قلت لكم، خذيت ثنتين، واحدة لي وواحدة لأختي. وهذا لونها، واضح اللون، اللون يا بنات وردي. هذا صارونة. تعالي شوفي، يلا شوفوا. هو يجي عبارة عن قطعتين. خلاص هذا برقبة، اي ماما برقبة علشان الشتاء. شايفين يا الله نفس المقاس، والخامة بطلة بطلة بطلة. شوفون الخامة يا بنات، فنانة فنانة جدا. هذه وحدة، حلو اي ماما، خامتها يا بنات فظيعة فظيعة فظيعة. الخامة تجنن من قلب،
هذه كانها قطن، يجون ثنتين مع بعض اسود وابيض. شوفوا الخامه، شوفوا من فوق كيف مرتبه، مره حبيتها مره حبيتها علشان الشتاء. هذول يجون مع بعض ثنتين. هذا كمان السارونا. يا الله شوفوا الكياتة يا بنات، يجنن يجنن. ايش الخامة البطلة هذه؟ طبعا الامان هو خفيف شوي، ما ادري هو جاكيت ولا فستان، اتوقع انه فستان. شوفوا الله، اي فستان. شوفوا يجنن يجنن يجنن. الخامة مية خفيفة، لا الخامة ثقيلة، بس لازم جاكيت فوقها او تحتها. بس يا بنات شايفات، شايفات الكياتة، الكياتة هاجة من الاخر، بطلة بطلة بطلة. شوفوا شوفوا شايفين هذا من الآخر تجنن. هذا عبارة عن فستان خذيت لها، ويجي معايا بنات قبعة، مع الفستان في قبعة، وهذه القبعة. حلو ماما، شوفوا مرة يا بنات أنيق 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 من قلب، حلو حلو. طبعا أنا ما أخذتهم الله يكرمكم جزمة طويلة علشان تناسب كل الفساتين. شايفات جنن يا بنات جنن. طبعا يا بنات الفستان في من هنا ازرار، شايفين كيف الاناقه؟ شوفوا يجي بصدر عالي وفي ازرار، تمام. يجي موديله ترى وسيع شوي، ومن هنا في اساور علشان الكم ما يصير طويل. مره حبيت وخقيت معاه، والخامه تجنن، ومن ورا كمان في كسرات، تمام كذا. كمان خذيت هذا الطقم، خلوني اوريكم اياه. هو عبارة عن صوف محيط حياكة، شوف كيف طالع. الله ايش هذا الجمال، يا سلام. شوفوا واو 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 يجنن. مو طقم، نسيت، هذا جاكيت. شوفوا الجاكيت يا بنات، شوفوا شايفات، خيالي خيالي خيالي. الأكمام ثقيل ثقيل من قلب، ثقيل يدفي. هنا في مطاط، حبيت الأناقة وحبيت البساطة اللي فيه، حيل حلو. شايفات حيل أنيق، كلمة أنيق شوية عليه، حيل حبيته. شوفوا من قريب الخامة، شوفوا من قريب، شوفوا شايفات يجنن من قلبه، ثقيل 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 يجنن. خذيت لها هذا كمان، شوفوا شوفوا إيش خذيت لها هنا. هذا عبارة عن قميص، تمام. الأكمام شوفوا الأكمام كيف، الأكمام تجنن، الأكمام واسعة من هنا خلاص، ويجي على البطن، يعني مو يطلع البطن، لا أنا ما لبس بنتي كذا، بس يجي وين؟ على أول خصر الطفل. بالمرة حلو يا بنات، ناعم 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 ناعم، والخامة ثقيلة، وهذه التنورة. ايش رايكم بذوقي، حلو ولا مو حلو؟ إذا وصلتي للحظة هذه قولي يا أم سارة ذوقك عجبنا. شوفوا كذا يجي هذا القميص، وحلو ما عجبك؟ دائما تكسر مجاديفي. شايفات مره يا بنات انيق، ماخذه معاه جزمه انا نفس اللون هذا، بوريكم اياه. بس الخامه، الخامه خياليه، كلمه خياليه شويه. شوفوا الخامه بطله بطله من قلب، حلو حلو، يعني شتوي شتوي. في ازرار من هنا ناعمه، هي حبيت هذا القميص. احمر احمر احمر، اي والله احمر. شوفوا الجمال، الله شوفوا يجنن يجنن يجنن. حلو ماما، شوفوا من قريب، احب اللي فيه زي الوبر اللي كذا. شوفوا هذا عجبها، شوفوا الرقبه من فوق يا بنات، يجنن يجنن يجنن. حلو عجبني عجبني، شايفات شوفوا الخامه من قريب، خيالي خيالي خيالي، حيل حبيته. وبس حبيته الا خقيت معاه، المره حلو. والاكمام من هنا ضيقه، الأكمام ما فيها وسع، علشان إيش؟ علشان ما يطلع فيها تطلع مبهدلة وطويلة، والمقاس جاء مظبوط بالضبط. خلاص كذا خذيت لها معاه هذه البكلات، شوفوا بسوي لها تسريحة بشعرها، هاي حبيت. ونجي الكيس مليان مليان، صح عشان أسوي لك كذا، شوفوا بسوي لها تسريحات فيه، هاي حبيتهم على شكل أرانب بقلوب، تشوفون حيل جميل. ما ادري واضحه ولا لا، عشان اي ماما. والخامه يا بنات بطله،
شوفوا وفيهم قلوب، في قلوب بعد اللي انتم حابين، بس حيل حبيته بسوي لها تسريحه بشعرها باذن الله تعالى معه باذن الواحد الاحد. حتى حاطين لك اياه بعلبه، علبه كيوته كذا عشان تحتفظين فيهم بالبكلات. حبيتهم صراحه بالحيل حلوه. وخذيت لها هذا كمان، يا الله هذا كمان صوف. ايش هذا ماما؟ جنن قالك فراشه يا ماما. حلو فراشه. اي الله يا بنات ايش هذا، شوفوا ايش هذا الجمال، يجنن يجنن يجنن. الازرار لولو والاكمام بها مطاط من هنا. شوفوا الكياته، بس شوفوا شوفوا الكياته، شايفات الكياته كيف مو حلو؟ بنتي قاعده هنا هذا اللي من هنا كانها اجنحه فراشه، خيالي خيالي. اتمنى يكون واضح لكم اذا حابين تطلبونه يا بنات. هذا على ضمانه ام ساره. والصوف ثقيل ثقيل ثقيل، والاكمام ثقيله، شوفوا الاكمام ثقيله والخامه زبده زبده. هذا الحال لو لبستيها يا بالشتاء بتبوخ من الحر. مره جميل شايفات، حيل حلو. خذيت لها مع هذه البكلات علشان ابغى اسوي لها تسريحات في شعرها كمان معها. اي ماما كذا، شوفوا يجون مع بعض بكلتين تمام. هذه واحده وهذه واحده. سوي شعرك مسكوك مسكوك يعني مفكوك. تشوفون خذيت معها هذه، مره عجبتني. انا ابغى اسود. وفي من هنا شوفوا ان شاء الله ماما، شايفات مره يا بنات حلوه، حيل انيقه تفاصيلها من قريب، شايفات كانها من القبير. وكمان ثانيه سوداء، هذه جبتها علشان تلبسها مع هذا القميص، حيل حبيتها. وهذه الثانيه السوداء ما ادري ليش، اكيد راح يطلع لها لبسه يعني، بس حبيتهم مع بعض مع القميص هذا، بيطلع مره انيق مره انيق. تسوي لها من ورا تسريحه اغريقيه سنبله تحطونها يطلع مره مرتب، حبيت يعني. حلوات صارونه حلوات. الله يعزكم. كالوتات واضح انهم كبيرات، واضح شوفوا. كنت جايبت لها قبل نفسهم وخذيت مقاس اكبر، بس فيهم كبر ما ادري يمكن بالقياس يطلعون زينات ماني عارفه. واحد انا مجربتهم قبل مره حلوات. طبعا صارونه هذول اثنين ثلاثه اربعه خمسه. الخامه يا بنات فنانه، شوفوا الخامه يا بنات حلوه حلوه حلوه، شوفوا مره خامتهم جميله جميله، مريحات حتى من هنا. وانا ما احب اجيب لها الالوان الغامقه اللي هي اسود كحلي، ما احب، احب دائما اخذ الالوان الفاتحه اللي زي كذا. مره مجربتهم حلوات هذولا، ما ادري يمكن يطلعون نفس المقاس ماني عارفه. بتقيس لها هذا البنطلون، يا رب يطلع حلو. اول مره اجرب جنزات الاطفال من شيء، اول مره اتشجع واجرب ماني عارفه، يا رب ما تخيب امالي ما ادري. بسم الله. الله ايش هذا يا بنات، خيالي. شوفوا ايش هذا، شوفوا من تحت، خيالي خيالي خيالي. اي ماما مع القمصان بيطلع مره تحفه، شوفوا مره يا بنات مريح مريح. اشو اللي خذيت، اول مره اجرب صراحه. شوفوا يا بنات الخصر، شايفات طبعا هو يجي كلوش من تحت في وسع، شوفوا كيف من بعيد في وسع من تحت. اعطيني ماما البلوزه الخضراء اشوف، الاخضر اخضر ماما، خيالي يطلع مرة ناعم. طبعا كل ما لبستيها قميص أكثر أو من جوا يطلع أحلى علشان مدير الخصر يبين، بس مرة حتى مع هذا حلو يعني، التنسيق عجيب مرة عجبني حيل حلو. خذوه يا بنات، والقماش ما يمط ما في مطة، بس الخامة مريحة. أنا بالعادة بالجنزات الأطفال أخاف أخذها من أي مكان، لأنه مرة والله جبت لها جنز من رتاج تخيلوا ما تحرك، يعني أسوي كذا الخصر جابص ما يتحرك. فلا هذا صراحة فنان فنان. طبعا يطلع به قصر من تحت شوي، بحيث انك لما تلبسينها جراب او جزمة عالية تكرمون تبين، فهمتوني؟ يطلع مرة انيق، فحيل حبيته. لا يفوتكم لا يفوتكم من جدي جميل. هذا جاكيت تمام حقك يا ماما، حقك يا حبيبي، كل اللي هنا لك. شوفوا الله يجنن، شوفوا يا بنات يجنن يجنن. جاكيت شتوي اي، ويدفي يا بنات، يدفي يدفي من هنا، في سحاب ومن داخل يا بنات فرو، شايفات من داخل فرو كيوت، ومعاه قبعه. وهذه الاكمام
الأكمام فيها أساور من هنا. حلوة. حلو. حيل حبيته. مرة جميل مرة حلو. والخامة صراحة بطلة. شوف الخامة من قريب. الخامة بطلة بطلة بطلة. حيل حبيته. ونفس مقاس بنيتي بالضبط. أنا خذيت أكبر بنمرة. بالعادة سارة أخذها أكبر بنمرة أوقات أكبر بنمرتين. لأني أقيس بالمتر يطلع مقاس أكبر. أوقات أخذ يعني نفس المقاس يطلع. فخذيت هذا طلع مقاسها بالضبط. مرة جميل حلو. حلو ماما حتى الألوان اللي فيه جميلة. خذيت لها هنا خذيت لها هنا هي تحب الأشياء هذه. طبعا سارة أنا لابسة الجاكيت شوفوا. يجنن عليها. أفكر أخذها أكبر ماني عارفة. المهم شوفوا. خذيت هنا شايفات. شوفوا هي تحب الأشياء اللي فيها زي البسس عرفتوها. فخذيت لها ثلاثة. حلوة. شوفون سعادتها. أنا عارف إنها معجباتها. خذيت لها وردي وخذيت لها أسود وخذيت لها رصاصي. مرة مريحات يا بنات من هنا بعد. مو من اللي يعورون الأذان لا. مرة رقيق وحلو بالمرة جميل. وعليه من هنا زي حق القطط. شايفات حيل حبيتها. الله كيتي شايفات حيل حلوة. ثلاثة يجون مع البكلات هذولا. توقعتهم أكبر بس حلوين. شوفوا الله شوفوا مرة جميلات مرة جميلات. يجون كل حبتين مع بعض لون لونين ثلاثة أربعة خمسة ستة. ومن ورا يا بنات كذا بكلبس يعني فهميني. مرة حبيتهم مرة حلوات بعد. حتى من قريب تحسونهم رقيقات كذا. خذيت تمام. هنا شوفوا خذيت هنا كمان هذا السارونة. اشتري مياه. شكرا يا ماما. شوفوا الله ايش هذه. ابغى اشرب. يعني جبتي لي مي وتشربينه بعد. انكم سمعت بنت كذا. هاكي اشرب انا اول عادي. بسم الله. حيل يا بنات سرت قلبي. شوفوا جمال القطعه. ايش اقول وايش اخلي. تشوفون حيل حلوه. مرة يا بنات جميلة. والورد اللي فيها ترى فيه بروز هنا. جنن 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 من جد حلوة. مرة حبيتها. طبعا القماش يمط شوي تمام. والإيدين هنا فيها أساور وأنيقة ما فيها ولا شيء. من ورا سادة ما فيها شيء. حبيتها صراحة أنا ثقيلة يعني الحالة يا بنات تكفي بدون أي شيء. وأنا مضطرة أوقف الفيديو هنا لأن الفيديو طويل وباقي جزئية تقريبا قد الجزئية اللي راحت. استنوني فيديو بكرة بإذن الله تعالى بالجزء الثاني اللي حابة تشتري لبنتها بالشتاء. طبعا الفيديو تصور وأنا كنت ما فيني شيء. أما الجزئية هذه تبع المونتاج. تسمعون صوتي صوتي رايح فيها والحمد لله اليوم أنا أحسن من أمس. وشكرا لكل التعليقات الطيبة اللي وصلتني. الله يجزاكم ألف خير. بحط لكم رابط موقع شيء تحت في صندوق الوصف وبرضه كود الخصم حقي. الله يسعدكم والله يوفقكم. شكرا لكل التعليقات الطيبة اللي قاعدة توصلني. استنوني فيديو بكرة إذا رب العالمين أعطانا عمر. رب اجعلني خير مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. استودعتكم الله.